مين السيستم اللي ماشي بيه النادي الاهلي دايما؟ انا كل شويه بقى اكرر هذا الكلام، ولكن لازم حضراتكم تبقوا عارفين السيستم اللي ماشي في النادي الاهلي ازاي. النادي الاهلي اسمه كبير في العالم كله، مش في افريقيا بس ولا في الشرق الاوسط بس، ولكن في العالم كله. عندما يطلب النادي الاهلي سي فيز لمديرين فنيين هتجيله بالمئات، مش عايز اقول اكتر من كده، ولكن هتيجي للنادي الاهلي مئات السي في او المدربين هيقولوا زي ما انت عايز تقول عدد قول. طيب النادي الاهلي خلال هذه الفتره بيدور وبيدور بشكل مثالي جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيتم دراسه او بيدرس كل السير الذاتيه اللي موجوده عنده على قد ما يقدروا، طبعا مجموعه اللي بتشتغل على هذا الموضوع بيدرسوا كل او معظم السير الذاتيه. وحضراتكم سمعتوا خلال الفتره اللي فاتت كيف يمكن ان احنا نقلص من عدد السير الذاتيه، بدل ما يبقوا 200 300 يبقوا 10 15. فالسير الذاتيه اللي بتعرض على النادي الاهلي بيتم تقليصها ل 10 مدربين. بعد العشر مدربين بيتم دراسة السير الذاتية للعشر مدربين دول بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الموضوعية، وهناك معايير معينة يتم من خلالها اختيار خمس مدربين من العشرة، يتم التفاوض معهم أو الاختيار ما بينهم ثلاثة تانيين علشان في النهاية يكون هناك تفاوض مباشر مع المدربين أو مع وكلاء المدربين. هي دي الطريقة اللي بيمشي بيها النادي الأهلي، هو ده الأسلوب اللي بيمشي بيه النادي الأهلي. الناس كلها عايزة تعرف إمتى هيكون في مدير فني لنادي الأهلي. هيكون في مدير فني لنادي الأهلي عندما يكون أو تكون هناك صورة واضحة للجنة التخطيط مع الكابتن محمود إن هم يستقروا داخليا وكل شيء على أن هذا المدير الفني رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، يبدأ التفاوض مع رقم واحد. لم ينتهي التفاوض الى الامور، لان في امور طبعا ماليه وامور تعاقديه كثيره جدا جدا بتبقى ما بين المدير الفني وما بين المفاوضين في النادي الاهلي. فبيبقى محطوط رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، بناء على ايه؟ بناء على حاجات كثيره قوي قوي. اولها اسم النادي الاهلي. اولها اسم النادي الاهلي. تاني حاجه ان النادي الاهلي دايما عايز يكسب. لا شيء آخر، ما عندوش أي شيء تاني ممكن يتكلم فيه، أو ممكن أو هناك رفاهية أخرى للمركز التاني مثلا أو للمركز التالت أو للمركز الرابع في أي بطولة بيشترك فيها النادي الأهلي هذا الكلام. فبيتحط المدرب أو المدير الفني اللي بيتم بعد الدراسة جيدة جدا، وبعد دراسة هتبقى مطولة جدا. مطولة يعني إيه؟ يعني ممكن تقعد مثلا تمسك مدير فني تعرف كل حاجة تخصه، تقعد فيه مثلا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، يوم اثنين ثلاثة. أنت عندك وقت كافي خلال الفترة القادمة إن أنت تدرس السير الذاتية اللي موجودة أو اللي استقر عليها أو استقرت عليها لجنة التخطيط للكورة. هيتحط رقم واحد، هيتحط رقم اثنين، هيتحط رقم ثلاثة، يبدأ التفاوض مع رقم واحد. لم ينتهي التفاوض أو انتهى التفاوض مع أي اسم، أنا بتكلم بشكل عام. رقم واحد خلاص تفاوضنا معاه، وصلنا معاه للي احنا عايزينه، رقم اتنين، رقم تلاتة، وبعدين في النهاية الكل بيقعد وبيختار المدير الفني. هذه هي الطريقة اللي بيمشي بيها النادي الأهلي. لازم تعدي بخطوات معينة. فما تقلقوش حضراتكم، العمل على قدم وساق. الكل دلوقتي بيشتغل في هذا الموضوع. الكل دلوقتي مركز في هذا الموضوع، كل من له ان هو يعمل في هذا الموضوع بيعمل. فريق الكرة ملوش علاقة خالص بالموضوع ده خالص. فريق الكرة بعيد تماما عن اللي بتعمله لجنة التخطيط، اللي بيعمله مدير التعاقدات، اللي بيعمله مجموعة العمل اللي بتشتغل على هذا الموضوع. فريق الكرة بره الموضوع تماما، بره الموضوع، يعني لان ملوش علاقة. لعيبة النادي الأهلي ملهاش علاقة باللي بيحصل.
كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي موجود واخد لاعبته بيمرنهم وبيعملهم كل حاجه وكل الدنيا ماشيه بشكل جيد والامور جيده وهنقول لحضراتكم الاخبار وكل حاجه، ولكن هذه هي الطريقه التي يختار بيها النادي الاهلي المدير الفني. ملناش علاقه بقى بمين بيختار ازاي، نادي اكس نادي زد نادي واي، ملناش علاقه. هي دي الطريقة اللي احنا بنمشي بيها او النادي الاهلي بيمشي بيها خلال سنوات طويلة جدا جدا اتعلمناها.